رد السلطات الحاكمة في مصر على الاحتجاجات المتصاعدة على ما اتخذته من إجراءات أخيرة تتعلق بطرح الدستور للاستفتاء اتخذ اليوم شكلين، أولهما سياسي أما الثاني فعلى صعيد الصراع على الشارع بين مؤيد ومعارض. سياسيا أكد محمود مكي نائب الرئيس المصري في مؤتمر صحفي أن الاستفتاء سيقام في موعده. الدستور ما يعطلناش، يتم الاستفتاء في موعده حتى نتجنب دوامة الخلافات والصراع وطول المدة الانتقالية ومين يحكم أنه إعلان دستوري يحكمنا والمؤسسات الدولة راحت فين والسلطات المطلقة اللي مع السيد الرئيس إلى آخره. نائب الرئيس دعا لحوار حول تعديل مواد خلافية في الدستور، لكن الآلية التي تصورها لذلك يجب أن تأتي بعد تبني الدستور وبعد انتخابات البرلمان ثم من خلاله. مقترحي ده، مش ده تصور، دي مش مبادرة من عندي، دي ده تخيل مخرج يدرس يؤخذ به أو لا. أما في الشارع فقد جرت اشتباكات حول قصر الاتحادية الرئاسي الذي شهد بالأمس تجمعا بمئات الآلاف للمعارضين للرئيس وإجراءاته، وبين هؤلاء وبين حشود من المؤيدين من المنتمين لتيارات الإسلام السياسي. وحسب هذه اللقطات وما ورد من أنباء فإن مؤيدي الرئيس قاموا بإخلاء محيط القصر من خيام الاعتصام ومن المعتصمين. أما في التحرير فلا تزال الاعتصامات مستمرة في انتظار الرد الذي ستصوغه القوى السياسية على موقف الرئاسة الذي أعلنه نائب الرئيس. ناصر فرغلي، بي بي سي.